55% من النساء مستسلمات للعنف. المجتمعات الشرقية الكل كيما تونس معناتها مجتمع ذكوري. ديما الرجال يدخلوا من باب الدين راه. يحكيوا من الدين واضربوهن ومعناتها اللغة هذه اللي هي اللي يقنعوا بها نساء الزعار. مازالت المرأة ما فماش مساواة في الخدمة، مازالت في الدار قضية كل عليها شؤون الدار، مازالت معنفة. يعني مازال ما نجموش نحكيو على مساواة. احنا نحاولوا نحكيو لها على حقوقها، على القانون الجديد هذا نتاع 2017. هل تعتبر المجتمع التونسي مجتمع ذكوري والا لا؟ نجم تقول هي المجتمعات الشرقيه الكل كيما تونس معناتها مجتمع ذكوري. ديما المراه ماهيش ماخذه حظها كوم يلفو. حكيت لي على التعنيف. رغم معناتها القوانين ورغم معناتها المعاهدات الدولية، ما زلنا نحكيو على امرأة معنفة في 2022. ما زال ديجا تشوف القضايا انت قديش معناتها إجرام في حق المرأة، اغتصاب وتحرش واختطاف وبرشا مشاكل، خاصة بعد هالكورونا. يعني هالحجر الصحي زاد العنف. محصورين مرأة وراجل في الدار يدور عليها، يقلق كمعنفة من الرجل. شنو يشرع للرجل ساعة باش ينجم يتجرأ يمد يدو على امرأة؟ هذا موروث قديم، ديما يحس روحه هو خير أقوى. منها أقوى وخير منها، وهي ديما الكائن الضعيف وديما هي يلزمها عنف. تقبل؟ أنا لا لا جملة. إيه كملي. إيه هيك علاش مازلنا إحنا مازالت المرأة مازالت تحارب ومازالت تحاول يعني تاخذ حقوق نتاعها. برك انت وقتاش نراو معناتها المراه والراجل ولا وقتاش نراو مساواه واقعيه؟ مازال برشا، مازال لازم برشا خدمه. كيفاش الخدمه؟ يفهم الراجل اللي مراه معناتها مساويه ليه، اللي هو ماهوش خير منها، ماهوش مميز، ماهوش كائن مفضل. ربي خاطر كرم المراه يعني ديما يحس روحه. وديما الرجال يدخلوا من باب الدين راه، يحكيو من الدين واضربوهن ومعناتها اللغة هذه اللي هي اللي يقنعوا بها نساء الضعاف اللي يمشي بالها هذيك هو فهمت. المرأة اللي فاهمة شوية يعني تتكلم على روحها، تحاول معناتها. فما تشريع للعنف ساعات تلقاه من قبل النساء في حد ذاتهم، تقولك عادي رجلي يضربني وبر لو كان ضربني. معناها فما دراسة عملها الديوان الوطني للأسرة وعمران البشري في 2010 تقول 55% من النساء مستسلمات للعنف. يعني تقول لك عادي راجلي بو صغاري واش باش نعمل وين باش نمشي وكي نشكي بيه مثلا ما عنديش يعني دار وهيك علاش تستسلم فهمت. والواقع نتاعنا صعيب، المراه تقعد تخدم الصباح لليل ومش خالطه وتولي تصبر، لكن مش الحل. ديما نحاولوا نفهموها اللي هي معناتها العنف راهو مرفوض وما نبرروش له، يعقب عليه القانون. معناها برشا جيل ما في بالهمش اللي هو معناتها كي تشكي بيه مرته، خلينا نقولوا ندخل بارونتيز دباسي معناها ما في بالهمش معناها. اي برشا ما يعرفوش بالقانون الجديد هذايا عدد 57 عدد 58 هو القانون هذايا. معناتها حتى المراه بيدا مازالت مش عارفته. برشا نساء تحكي معاه ما تعرفش حقوقها فوالا. اي تقول لك ما نشكيش وحتى كان شكيت ومش نوصل حق ومش نوصل ويقول. احنا نحاولوا معناتها نوصلوا المعلومه للمراه. اش تقول للنساء باش معناتها يتعلموا ويتكلموا على حقوقهم؟ هي اول حاجه تبدا من تربيه الصغار. اي ما يلزمهاش تربي صغيرها الوليد مختلف على الطفله، خاطر هذا اللي صاير. هي من اللي تحبل تجيب طفل تحس روحها حاجه كبيره. جبت طفل طفل وزوز وثلاثه فهمت. لازمها تعرف كيف كيما الذكر كيما الانثى. لازمها في تربيتها تربي طفل كيما الطفله. ديما طفل نعطيوه دور القوه مثلا، يلعب بالكوره بالمسدس العاب القويه. طفله ليه ديما دور الام الضعيفه، العروسه وفي الدار وهكا طيب وتعاون امها. من هنا تبدا الحكايه. لازمنا نعلموا معناتها العائلات كيفاش يربيوا صغارهم بالطريقه الصحيحه مساواه. يلزم زاد البومي كي يبدا فما مشكله في الدار معناتها هو الصغار يلاحظوا، ما يلزمهمش يحلوا مشاكلهم قدام الصغار ويبدا كلام خايب ويبدا عارك ويبدا فهمت. خاطر كي باش يرابوه يعنف في امه، هو بيدو باش يعنف اخته، يبدا باخته ويعنف امه مرته
ومن بعد مرته يبدا اخته بعد بمه ومن بعد يوصل مرته هيك علاش معناتها لازمها برشا خدمه معناتها مع العائلات يفهموا الحاجه هذيا يلزم كيفاش يتعاملوا مع صغارهم المراه هي في حد ذاتها مازالت مقتنعه كوني اقل من الراجل تقول لك راجلي تقولك ساعات عدو المراه هي المراه مثلا فما مراه عنفها راجلها معناتها عادي تمشي تشكي بيه تحكي مع امها وحماتها تقولها لي ريذي واستري على دارك ولمي دارك هذا هو هذا هو المراه ديما تحاول مش في بالك تعمل هكيكه باش تهني على روحها وباش معناتها على خاطرك العائل وخاطرك الصغيرات لكن مش الحل لازمها تعرف في مرحله اولى يكون فما حوار اذا كان غاب الحوار ولا فما عنف كبير على المراه ديجا شفنا برشا قضايا المراه تحاول تهني على روحها وفي الاخر تلقى روحها تلقى روحها مقتوله ما تقتل معناتها وين ما نجمش ننساها معناتها اللي هو قتلها ويغلي في الملوخيه باش يضيع الريحه هذيك معناتها لازم المرأة تعرف اللي القانون معاها لازم تتكلم مع رجلها تحاول تحل معناتها المشاكل بشوي إذا كان ما فماش حل وفما عنف كبير لازمها ترد بالها على روحها وبالقانون تاخذ حقها راه